السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناه جلام دي زد. اليوم جيتكم بموضوع مهم بزاف ويهم كامل البنات ويضلوا يسقسوا عليه، وكنا بزاف نسقسوا عليه وممكن مازلنا نسقسوا عليه. دونك قبل ما نبداو في هذا الموضوع، بليز اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، حطوا لايك للفيديو حتى الكل يستفيد. الطفله كي تجي حتى تزوج دائما دائما تسمع من عند الناس اللي مزوجين ولا من عند الناس الكبار يقولها بروفيتي 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 هذا الزمان، ومن بعد ما يدوم لكش العلاقات تتبدل، الراجل يتبدل، انت راح تتبدلي عليه والحب ما راحش يدوم بعد الزواج. دونك بروفيتي من شهرك الاول، ويقول لك ماكسيموم 3 شهور سي بون خلاص. يعني كل وحده على حساب هي واش تجوزت، تقول الناس فوالا واش راح تجوزوا. اسكو هذا الشيء صح؟ اسكو الحب يتلاشى يروح مع الزواج، مع الاعوام العديده، يعني 10 سنين 20 سنه 15 سنه اكسيتيرا، اسكو يروح الحب؟ اولا لازم نعرفوا سي كوا الحب. الحب من قبل الزواج وبعد الزواج دائما نقارنوا به، اسكو الحب اللي كان قبل الزواج يقعد بعد الزواج؟ لازم نعرفوا بلي الحب اللي كان قبل الزواج لا يطلق عليه مصطلح حب، يعني كلمه حب. علاش؟ باسكو الحب اللي كان قبل الزواج الصفات الكبيره اللي كان يتسم بها، يعني الحاجات اللي كانت بزاف تدخل في ذاك الحب، هو اول حاجه فيه هو الاشتياق الكبير للطرف الثاني. يعني كي يخطبك واحد تولي توحشيه قراف، هو يتوحشك قراف. ثاني كاين عنصر الحماس، كاين طابع الشهواني، كاين مغامرات، هكا كامل هادو ما يدخلوا في الحب قبل الزواج، لكن هذا الشيء ما نصيبوش بعد الزواج. وهنا أهمية الموضوع تكمن هنا، يعني كيفاش الناس تفهم هذا الموضوع، كيفاش البنات جينيرالمون ولا ما الرجال كيفاش يفهموا هذا الموضوع ويتقبلوه من بعد. يعني اسكو هذاك الشيء اللي كان من قبل اسكو هو اللي راح يكون من بعد؟ انا نقول لكم نو، ماشي هو اللي راح يكون من بعد. علاه؟ كي نجيو نشوفوا الحب اللي بعد الزواج ما يشبهش ابدا الحب اللي قبل الزواج، باسكو الحب اللي بعد الزواج هذاك الاشتياق ما يكونش. هكذا نحكم بعد الزواج، مانيش نحكيكم شهور الاولين، راني نحكيكم بعد الزواج، يعني كيمروا سنوات هذاك الاشتياق يروح ما كاش، لانك كي تشوفيه كل يوم يشوفك كل يوم سي سيغ ما كاش هذاك الوحش اللي كان من قبل. ثاني حاجه هذاك الطابع الحماس والشهواني هذاك تروح، لانه كاين طمأنينة في الزواج. يعني الحب بعد الزواج فيه طمأنينة، فيه استقرار، فيه طابع الاحترام، فيه بزاف حاجات يختلفوا على الحب اللي كان قبل الزواج. سي بوغ سا الناس اللي شايفين الحب اللي قبل الزواج هو داك هو الحب، نو ام غالطين، و سي بوغ سا يتشوكاو كي ما يصيبوهش من بعد الزواج، لانك بعد الزواج ما حاش تتوحشي راجلك راك تشوفيه كل يوم وهو تاني. دونك هنا راح تقولي اه تبدل عليا، وما تبدلش عليك وما تبدلتيش عليه، لانه الانسان بطبعه يتغير. انت كنت متمنيه تشري الطوموبيل، نهار اللي شريتيها وجوزتي بها يا ما تخلص ولفتيها سي بون. دونك هذه هي، هذا هو الانسان، هذا هو طبع الانسان. اللي فهم هذا الشيء يفهم باللي الزواج بعد سنوات ماشي هو من قبل الزواج. مي كاينه حاجه، اسكو الزواج يعني الحب بعد الزواج راح يروح؟ اسكو راح يخلاص؟ اسكو ما حش نصيب ما حش نحب راجلي؟ ولا ما حش يكون داك الحب الشباب بين الزوجين بعد الزواج؟ حب بعد الزواج جست بعد الزواج، يعني شهر شهرين ثلاثه ربعه ممكن العام الاول، مستحيل مستحيل يتعاود في الاعوام اللي جايه. علاه؟ ممكن راح يكثر، ممكن راح يعلى الحب من بعد، ما داك الحب الاولاني ما حش يتعاود ابدا، ما حش نلقاوه من بعد. علاه؟ لانه هذاك الحب جوست بعد الزواج يكون يشبه لقبل الزواج، يكون فيه طابع الحماس، يكون فيه طابع الاشتياق، ما راجل كيروح للخدمه تتوحشيه كي يجي، تتوحشيه بزاف، يعني هكا فيه هذاك طابع المغامره والحماس فيه. مي بطبيعه الانسان البشري هذا اللي خلقه ربي، انه الحاجه كي تكون عنده موجوده دائما يعتاد عليها. كمثال تشري اي حاجه في حياتك، تشري دار، تشري طوموبيل، تشري باغوغ تاع ذهب، تشري كاميرا، تشري تليفون جديد، تشري اي حاجه غاليه وكنتي تحلمي دائما بها وتعبتي عليها وصرفتي وطميتي وقريتي وخدمتي باش تطمي اكسيتيرا، ومن بعد شريتيها، ياك شريتيها وفرحتي بها، اسكو الفرحه تاعك في العام الاول راح تكون نفسها في العام الثاني والثالث والرابع وهي رايحه؟ نو سي كلير نو، باسكو الانسان يتعود هذيك الفرحه تاع الزواج الاولى، من بعد سنوات راح تولي امر عادي، امر ايجابي، امر مليح سي سيغ، ممكن راح تزيد لانه العشره سي سيغ تزيد. مي هذاك الحماس هذاك الاولاني، الفرحه انك عندك شريك حياتك ولا شريك حياتك عنده شريكه حياته،
ما راحش تكون من بعد، لانها من بعد سنوات، لانك خلاص تعودت عليها، امر عادي ولا عندك حاجه عاديه بزاف، ماهيش حاجه اكسبسيونال، حاجه كتخلع. دونك هذه هي الفرق بين من قبل ومن بعد، ولا الفرق بين العام الاول تاع الزواج والاعوام اللي بعدها. كما قلت لكم ممكن ان الحب يزيد، ممكن العام الاول ما تكونيش تحبي بزاف راجلك، وممكن بعد 5 سنوات او 10 سنوات تكوني هبل عليه هكذا، لانه العشرة طبيعة الانسان هذه هي، هكا ربي خلقه الانسان. الانسان كي يعاشر واحد ولا مجموعه تاع الناس يوالفهم يوالفهم يولي يحبهم، يقدرش يصبر عليهم، يقدرش يصبر على فراقهم اكسيتيرا. دونك ما بالك بزوجك ولا بزوجتك اللي كل يوم معاها في الدار ولا معاه في الدار. دونك سي كلير راح هذيك العشره راح تنمي حب، لكن حب واحد اخر، حب فيه طابع الحنيه، الامان، الاستقرار، التقدير، الاحترام، الدفء اكسيتيرا. ماشي غير حب شهواني، حب في حماس، حب في اشتياق، نو. يعني طعم الحب يتبدل، هذه هي، ماشي الحب يروح، طعم الحب يتبدل. لكن كاين اسباب تخلي الحب يروح ولا تخليه يدوم، هذه لازم نعرفوها. مي قبل ما نلحقوا لهذه النقطه اللي هي صلب الموضوع تاعنا، لازم نعرفوا شي اسباب، بعض الاسباب اللي يخلوا الحب يقدر يتلاشى، يقدر ينقص، ماشي يتلاشى، يقدر ينقص. من بين هذه الاسباب هو فهم كل انسان لطبيعه الحب. المراه كيفاش تفهم الحب؟ ماشي ابدا كيما الراجل. على هذه اللي ربي قالنا اقرا، اقراوا البنات قبل ما تزوجوا، اقراوا طبيعه فهم الراجل للمراه، ولا فهم الراجل للحب، ولا باسكو تتعلموا بزاف حاجات. وكي تتلاقاو بهم في حياتكم الزوجيه راح تفهموهم. انا وحده صرحت لي شحال من كا تلاقيت به فهمته، لاني كنت قريت تفكرت باللي كذا وكذا. دونك سي نورمال، سي با غراف هكذا. دونك المراه كيفاش تشوف الحب، كيفاش تشوف الراجل اللي يحبها، اسكو صح يحبها؟ لازم يكون يهتم بها بزاف، لازم يكون ما نهضرش على الجانب المادي. المراه جينيرالمون تحب بصدق، ما تشوفش الطابع المادي. يعني لا جاب لها ورده لقطها من الزنقه، كيف كيف الا شرا لها ورده ولا بوكي دو فلوغ كبير. هذا جانب، هذا تاني انا قريته واستفدت منه بزاف، لانه الراجل في هذا الموضوع، في هذا الموضوع تاع النفقه، المراه تحب الهدايا يعني كل وقت هكا، ومن وقت لاخر هديه صغيره، معليش شيكولا هكا تفكرني بها، ولا حاجه بسيطه هكا، حاجه بسيطه يجيبها الراجل مرته تفرح بها. اما الراجل في هذا الجانب في الهدايا مثلا، كيفاش يشوف؟ يشوف انه ما يقدرش يفرح مرته غير لشي حاجه كبيره، حاجه غاليه هكا ينفق عليها بزاف ويجيبها لها يحس باللي يفرحها. اما المراه لا المراه ما تحسش هكاك. المراه ماذا بها تكون في شحال من مره من حاجات صغار، معليش يعني المراه بوغيل سي لو جيست كي كونت، والراجل نو ماشي سي لو جيست كي كونت، الراجل عنده القيمه كي كونت، هذه هي. دونك كي تفهمي هذا الشيء، ممكن الا كان راجلك ما يجيبلكش مره في الزمن، تفهمي بلي هكا هو يفهم الحب. هذه لازم نفهموها. ثاني المراه تحب بزاف الكلمات، التعبير، يقولها شاك فوا نحبك اكسيتيرا. الراجل ما عندوش هذا الشيء بزاف بارابور المراه، يعني الراجل يشوف الحب ثاني طابع شهواني اكثر من المراه. يعني يختلفوا المراه كيفاش تشوف الحب والراجل كيفاش يشوف الحب، يختلف. لو كان كل واحد فيهم يفهم الثاني، يقرا الجانب الثاني، كي تكوني فيونسي ابعتي لراجلك دي زارتيكل يقراهم، وهو ثاني يبعت لك من جهته، يعني الحاجات اللي شافهم صح يوالموه يبعث لك، وانت ثاني تبعتي له، باش كل واحد يفهم الطرف الثاني كيفاش يفكر، كيفاش يشوف الحب، كيفاش اكسيتيرا. هذا الشيء ياثر بزاف على استمراريه الحب بعد الزواج، يعني الواحد يفهم ثاني، ما يقولش تبدل عليا ولا تبدلت عليا. حاجه واحده اخرى تخلي الحب ممكن ينقص، اللي هي حاجة طبيعية بزاف ويفهمها غير الإنسان العاقل، اللي هي الدخول في كلمة روتين. الروتين هذا واعر بزاف البنات، أنا كانوا يحكوني عليه من قبل، وكنت نقول مستحيل مستحيل الواحد يدخل في الروتين، لكن يحب حب صادق. هو الروتين هذا سيكوا؟ هو حياتك اليومية، حياتك اليومية كي تتشابه 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 تتشابه، هذاك عنصر الحماس ينقص بزاف. دونك هذه يخلي شوية الحب يتغير باغابوغ الاول، مي ماحش يروح. دوك نحكوا عليها. حاجه واحده اخرى تاثر في الحب ممكن انها تخليه ينقص، هو مشاغل الحياه. هذه البنات لازم تحطوها في بالكم، الراجل كي يجي
يكون من الخدمه جاي عيان تعبان يخدم نهار كامل، كاين اللي يخدموا يدخلوا في الليل دابا ياكل يرقد والسلام عقدهم داك يعاود يخدم. والمراه كي تجيب مثلا دراري البيريود هذيك الاولى كيكون بيبي صغير راهي تلتهبه غير هو، باسكو يعييها يتعبها يرضع كل دقيقه في الليل، دونك الليل كومبلي راهو للبيبي، الصباح ثاني للبيبي، دونك هنا الراجل راح يقول باللي تخلات عليا ماهيش تلتهبيه. دونك هاد الحاجات مشاري الحياه هذو، لو كان كل طرف يفهم الطرف الثاني، المراه تفهم باللي الراجل يدخل تعبان ماذا به يريح، ماشي يروح يلتبيها ويعبر لها هو عيان 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 ميت، مستحيل هذا الشيء يكون، وهي تزعف لو كان ما تفهمش هذا الشيء، يقول لك تبدل عليا ولا تغرب خدمته وما يقصرش معايا وما يهضرش معايا وانا تلقيت وكرهت لاغوتين هذه. والراجل كيشوف المراه لا تغرب دراري ولا بشغل الدار ولا باي حاجه هكا ملاهيتها عليه، يقول لك تبدلت عليا وما هيش مهتمه بيا كما كانت مهتمه بيا في الديبي، باسكو في الديبي كان كل واحد تلمو الفرحه ومشاغل الحياه ما كانوش كما في الديبي، كل واحد لا تغرب الدوزيام. ومن بعد كي يدخلوا مشاغل الحياه وكل واحد يشد مشاغل تاعو، هنا لو كان ما يكونوش كومبريونسيف وما يفهموش بعضهم ما يكونوش قراو على بعضهم، هنا يقول لك تبدل عليا دونك ما ولاش يحبني، تبدلت عليا ما ولاش تحبني. هذه هي. دونك الواحد كي يفهم هذا الشيء، كي يقرا عليه، كي يكون كومبريونسيف، كي يحب الطرف الثاني كما يحب روحه هو ويعذر ويلتمس له ألف عذر، هنا الحب يستمر. ياك تحبي راجلك مالغري راهو ابسون، مالغري ماهوش لاتي بك، ما عندوش الوقت يعبر لك تحبيه، لانه على بالك باللي لو كان كان ماشي عيان وتعبان وكان راهو لاتي بك، والعكس يعني هو ثاني. حاجه اللي لازم تعاوننا ثاني نفهموها باش تعاوننا في حياتنا الزوجيه، هو انه الانسان طبعه هكا، طبعه الحب اللي يسحقه في حياته ماشي هو حب العشرينيات، حب العشرينيات ما يشبهش حب الربعينيات، والربعينيات ما يشبهوش الستينيات. في الديبيو تاع الحب يكون الحب فيه طابع الحماس، فيه طابع شهواني اكثر، فيه اشتياق اكسيتيرا. من بعد كيفاش يولي الحب عنده طابع اكثر تاع استقرار، طمانينه، عنده تقدير، عنده الفه اكسيتيرا. من بعد كيفاش يولي الحب، الحب يولي أنس، يولي رعاية، يولي اهتمام الواحد بالآخر، يونس ويقعد معاه اكسيتيرا. هذا هو الحب، شغل يتبدل الطعم تاعو ماشي خلاص ولا يروح. الإنسان كي يكون يسير كوركتومون يعني دوك نحكو عليها تاني، الحب يتغير الطعم تاعو ماشي يتلاشى ولا يروح ولا يقول لك سي بون ما كاش ماهوش يحبني ماهيش تحبني. هنا جينا نحكو للحاجه اللي تهم كامل الناس، اللي هي الحلول اللي تخلينا الحب يدوم كامل زواجنا ان شاء الله باذن الله. كاين حلول نقدروا حنا نديروهم. اول حاجه اللي نقولها لك، عمرك ما تسمعي لتجارب الناس اللي يقول لك التجارب السلبيه، سمعت التجارب الايجابيه ممكن تتفادي منها تطلع لك المورال، من التجارب السلبيه هذيك اللي عاشت شهر مليح ومن بعد حياتها كامل لا ولا 3 شهور ولا تقول لك عام ولا سي بون كيجو دراري خلاص كلش، ما تمني حتى واحد، لانه كل واحد وظروفه. ممكن انت تتعاملي مع راجلك احسن من كانت هي تتعامل معه، دونك انت يقعد يحبك وهي لا ممكن انت خير منها في التعامل، ممكن انت طحتي في راجل خير منها، ممكن ظروفك خير منها، ممكن انت فهمك للامور واقعي، هي كانت تحلم وتشوف بزاف مسلسلات اكسيتيرا. دونك ما ديريش على كامل الناس وهدرتهم وهدرتهم سلبيه كامل، ما ديريش عليها. انا كمثال يعني، كانوا يقولوها لي بروفيتي شهر الاولين ومن بعد سي بون، ولا كانوا يقولوا لي قبل ما نزيد ما تزيديش مور الزيادات مشطي شعرك، اما انا هاد لاكوافز اللي كنت نحلم بها درتها بعد ما زيدت. يعني كمثال فقط، انك ما تسمعيش ابدا لهدره الناس. دونك هنا نحكو على الحلول. من جانب الزوجه كاين بزاف حاجات ياثروا على الحياه الزوجيه، ديريها مليح في بالك. تلقاي بزاف نساء في بدايه الزواج تكون تعتني بنفسها من الفوق للتحت، كونجودي من الفوق للتحت يعني من الفوق للتحت تعتني كلش، شعرها، الكوخ تاعها، تنظيف البشره، ازاله الشعر، الماكياج، اللبسه بيان، هي يجوز عليها عام ولا يجيها بها بيبي ولا خلاص تولي تنشوفها ضاربه جبه ولا بيجامه صباح وعشيه وكوتشيفال ولا طوماطيشه، وكيفاش تزين روحها غير كيجوها العراس. هذه بزاف نشوفوها عندنا. دونك الا كنتي من هذا النوع وي راح يخلص الحب تاعك في العوامل الاولى للزواج، باسكو الراجل ديري مليح في بالك بلي يحب عينيه كيما انت تحبي بقلبك، هو يحب عينيه ماذا به يشوف مرتو مسقمه وهذا الشيء ثاني يخليه ما يشوفش برا.
دونك انت راكي مسؤوله على هذا الشيء، ما تقوليش اه اللي يحب حب واللي عنده زهر زهر. انا هذه الهضره ما نحبش نسمعها، خاصه في التعليقات كي نشوف تعليقات يقولي اه كاين اللي عندهم الزهر وكاين ما عندهمش زهر، يغيضوني هاد الناس اللي يخمو هكا باسكو دائما يحبوا يخبوا الشمس بالغربال. انا هذه ما نستعرفش بها. ثاني حاجه واحده اخرى تصيبي في الزوجه في بدايه الزواج، تحترم بزاف راجلها، تحترمو كي تناقش معاه تناقش معاه بصوت انثوي، عمرها ما ترفع صوتها عليه كسيتي غامي اون فوا يجو دراري يولي صوتها كي الراجل، وتولي ما تحترمش راجلها ما تقدروش، وانت ما تعرفش وما تعرفش تربي وتبتغى وتعيط وعادي تطلق روحها، يعني كيما نقولوا حنا تطلق روحها شو راهي في دارهم، تلقى روحك في دارهم عادي مي مع راجلك نو، كوني انثويه حياتك كاع، ربي روحك انت على الانثويه. حنا كاين بزاف في مجتمعنا ما تربيناش على الانثويه، تربينا عليها في الشهور الاولين تاع الزواج باسكو هذا واش شفنا في المجتمع تاعنا، من بعد عادي تلقي روحك كيما تلقوا روحهم كاع النساء. نو ما تلقيش روحك، كوني انثى دائما، لانه الراجل بطبعه راجل خشين تزوج بس باسكو يسحق انثى، ما عندوش انثى ما عندوش كون يحن عليه، صوتك يبقى صوت رقيق انثوي، ودير في بالك بلي اذا حبيت ترفعي صوتك عليه هو صوته اخشن عليك وراح يغلبك بصوته المرتفع. ثاني حاجه واحده اخرى كي قلت لك الروتين كي تشمي الحاله خلاص بدات تتنشف، غيري مكان الغرفه حتى لما كانت شابه معليش غيريها، غيريها بيريودا عاودي رجعيها عاودي رجعيها. ثاني اماكن المعاشره بدليهم غيريهم اكسيتيرا، هذا الشيء يخلق نوع من التجديد هكا يقتل هذاك الروتين. ثاني العنايه الدائمه بالزوج، انا نقول لكم دائمه بنات، شفت بزاف ناس في حياتي شفتهم بعيني في الاعوام الاولين تاعهم كانوا دايرين هكا لرجالهم، اون فوا جازوا عليهم 6 سنين 7 سنين ولا ما يعرفوش رجالهم خلاص سي بون ديك العشره خلاص والفوه كرهوه ولا حاجه ماشي انتريسونت عندهم دونك خلاص ولا ما تهلاش فيه كي يدخل تقول له روح سخن الماكله وحدك راك تعرف عندي دراري لا تبيهم، يعني كمثال فقط كاين بزاف ناس هكذايا، انت لا لا ابقاي مهتمه به، هذا الشيء راح يخلي الحب يستمر بيناتكم، يخلي التقدير ليك يستمر ياك، باسكو من بعد يولي الحب هو التقدير، تقديره ليك يعني راهو يحبك، تقديرك ليه يعني راك تحبيه. حاجه واحده اخرى تخلي الراجل يقعد مرتبط بالمراه بالزوجه تاعو اللي هو علاقتك انت بعائلته وخاصه الحمات يعني العجوزه، في الديبيو تصيبي العروسه دائما عاقله اكسيتيرا، من بعد اون فوا ما تتعرض للحقرات تتعرض الى تعاملتي معاهم بميشونستي ولا بميشونستي كحله يعني فوق ما تي ترجعي حقك، هنا راجلك ما حش يوقف معاك راح مع الوقت يكرهك ما حش يولي يحبك لانه هو تاني لو كان يدنا لعائلتك تولي ما تحبيهش. دونك انتيا شوفي كيفاش تيري مع دارهم مسيره لباس بها، يعني كي نقول لباس بها لاني على بالي بلي كاين بزاف عرايس مضطهدات يعني من التعليقات اللي لحقوا لي من الرسائل كاين بزاف بنات راهم محقورين، مي شوفي كيفاش تسيري مسيره لباس بها، يعني ما تكوني ماشي مليحه ما تكوني بزاف مليحه الا كنتي مع ناس قباح، هادي حكينا عليها بزاف في الفيديوهات اللي فاتوا، مي كوني علاقه احترام مع دارهم خاصه والديه، خاصه والديه احترميهم قد ما يكونوا راهم والدين، ما تقدري ديري حتى حاجه، احترميهم وخلي ربي يجازيك الا كنتي مظلومه، المهم انك تحترميهم. من جانب الزوج ثاني كاين حاجات لازم يديرهم للزوجه، ما حش نهضروا عليهم لانه انا فيديوهاتي موجهين للزوجه للبنات للنساء فقط، مي تقدري توريهم لراجلك انه مثلا تقولي له انه انا نحب كي تستمر في التعبير وتقولي دوك الكلمات الشابين اللي كنت تقولهم لي في بدايه الزواج باسكو هذا الشيء يخليني مازال يخليني نحبك كثار، يخليني نتفكر بالمحبه تاعك. ثاني كي تكوني عيانه بزاف اوقات مثلا الدوره ولا الحمل ولا الولاده ولا اكسيتيرا طبي منه قول له مليح لو كان تعاوني، يعني هذا الشيء كي تبعتيهم لو ديزارتيك اللي قراهم راح هو وحده يفهم هذا الشيء، سي بوغ سا قلت لكم لازم تقراو مليح. دونك تاني الاستمراريه بالاهتمام بك، مثلا كان يخرجك من قبل يولي يبقى يخرجك بقاي في هذيك العاده باسكو الراجل كيما عودتيه. تاني كاين رجال كامل ما يصرفوش على ازواجهم زوجاتهم، كان يصرف عليها في الديبي اون فوا يجو دراري خلاص يشوفها شغل ماشي مصروف ماشي مسؤوليته، هذا الشيء خطا ويخلي المراه ينقص الحب عندها باسكو تشوف راجلها ماهوش مهتم بها. فوالا هادو هما الحلول جينيرالمون اللي يخلوا الحب يستمر بعد الزواج، مي عارفوا باللي اصل الساس شتو الانسان عنده عمود فقري يكون يتكسر يطيح ما يقدرش يوقف، العمود تاعكم يا البنات العمود تاع داركم سقفكم والبيت تاعكم زواجكم والحب تاعو
هو حاجة واحدة برك، الاحترام. الاحترام والقدر، لو كان يروح، لو كان يسبك وترجعي له، لو كان يعايرك وترجعي له، لو كان يحشمك هكا وتعاودي ترخصيه قدام الغاشي ولا عارفي بلي السلام عليكم ما كاش حب خلاص قضيتي عليه. انتي عارفي بلي المرأة عندها الصبر، عندها باسيونس كتم الراجل. دونك انت الا شفتيه تنرفع عارفي طبعا الراجل هكا داير. الصبري كاين حاجه اسمها الصبر. الصبر في الديبيو تاع الزواج هو اللي راح يخلي لك الحب بعد الزواج. كاين بزاف ناس في الديبيو كي شافوا دوك التصرفات تاع الراجل المنرفزه ما صبروش وعاير وطاح لقدر وخلاص الراجل يولي يشوفها كي 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 حبه بصل كيما تقول يما. دونك انت الصبري على راجلك، احترميه قد ما يخسر لك عمرك ما ترديله. ممكن تتاخدي مواقف، ممكن ما تهدريش معاه، ممكن كي عارفه انت وكيفاش تسيري مع راجلك، مي باش ترديله الكلام ولا ترخصيه ولا ابدا ابدا ابدا، لانه هذا هو اللي يمشي ضد الاحترام. كون جو دي احترام صافي با دير تحترميه كيما تحترمي المدير تاعك ولا تحترمي جيرانك، لا لا. احترام تاع الزوج هو الصبر. الصبر كي تتلاقى بالمواقف المحرجه اللي تزعفك ولا اللي دير لك في خاطرك حاجه، يعني هكا كي تصبر عليها وتجوز ديك الزوبعه ومن بعد تكوني انت الرابحه لانك صبرتي. وهو مع الوقت هو يشوف الا كان يسبك مع الاول، بون ما نقولوش يسبك لانه هذه حاجه ماشي مليحه، لا كان يخسر لك هبدايا ياذيك، مع الوقت كي يشوفك انت ما تاذيهش راح يولي هو ثاني ما ياذيهش. هذه بزاف شفت ناس جربوها وشفت النتيجه فيهم. دونك فوالا لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تسيروا على هاد النصائح اللي قلتهم لكم، ان شاء الله تفهموا بعضاكم وتقراوا على بعضاكم لانه هاد الشيء راح يعاونكم بزاف. ديروا لي جيم اللي عجبكم الفيديو باش اليوتيوب ينشر الفيديو. تهلاو في روحكم، تلاقاونا الجاي ان شاء الله. سلام.